بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تحت العنوان Adding Zoom Regions. بجد يا جماعة، من ضمن الحاجات الجميلة جدا في البرنامج ديت الزوم ريجونز، بتسمح لك إن أنت تحاول تعمل زوم على ريجونز معينة، على منطقة معينة من مساحة العمل بتاعك. هنحاول نستخدمها بشكل وظيفي تقريبا. هنمثله باني انا اعمل انسيرت الصوره في الاول، والصوره دي هتكون مثلا صوره لخريطه جمهوريه مصر العربيه، جبناها من سرشنا عليها من جوجل. طبعا هو جوه التايم لاين بتاعي ما فيش غير الصوره ديت. اوكي جميل، خلوني بعدين اروح لقائمه انسيرت يا جماعه واقول والله زوم ريجون، كليك عليها الاقيه حاطط لي زي مربع كده، فين الحته اللي انت عايز تعمل زوم عليها اكزاكتلي؟ انا ما اظن كده الناس فهمتني. انا راح اعمل زوم يا جماعه على سيناي او على سينا. تمام، بالله انا هرفع التايم لاين بتاعي شويه كده، هلاقي ان الوضع اتغير. بيجي ان انا عندي في البيكتشر الصوره اللي في الخلفيه، وبعدين في لاير خاص بالزوم ريجون لوحده. طب اوكي، المساله كلها هتاخد معاك من ثانيه كام للثانيه كام. هو المفروض انا هشدهم هما الاثنين عشان يظهروا في الاول خالص، يعني من اول البرمجيه لغايه الاخر. فانا هنقول له بصوا يا جماعه، في الزوم ده انا مش عايزه يكون في اول مشهد، انا عايزه من اول الثانيه الثانيه، يبقى الصوره تتعرض بشكلها الكامل في الثانيه الثانيه، يحصل زوم يخلص على الثانيه الخامسه، بعدين ترجع لوضعها الطبيعي. طيب احنا لو عملنا بريفيو للسين ممكن الكلام يعني يتفهم بشكل اوضح. اول ثانيه الثانيه الثانيه، بعدين هيعمل زوم، هياخد 4 ثواني، وبعدين نرجع للوضع الطبيعي بتاعه. ليه؟ عشان ده على حسب التايم لاين بتاعك. حضرتك قلت له عند الثانيه السابعه اوقف. رايت، جميل. الجانب الثاني يا جماعه في الزوم ريجون، ممكن انا اضغط كليك يمين عليه، ممكن اعمل كنترول على السبيد، السرعه بتاعه، سلو وهو بيعمل زوم، يعني ميديم ولا سلو ولا فيري سلو ولا زي ما انت عايز. كما ان انت طبعا ممكن تعمل له، لو انت ضغطت كليك يمين على التايم لاين ممكن تعمل له ديليت علشان تعمل له حذف. ده بخصوص الزوم ريجون، ده تحت من ضمن التولز الجميله خالص في البرنامج ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.